أشهد أن لا إله إلا الله. الله خليك، الله يذكرك، الله يذكرك. بس تكشف لنا اخر ايامه، كان فتره مرضه وعرفنا ان هو بعد يعني توفى بعد صراع مع المرض. لو تفتكر تكشف لنا اخر ايامه كان هو يعني انت عارف المرض طبعا ما فيهوش كلام، يعني هو كان تعبان بقاله فتره كبيره واحنا شفناه كلنا فرح بنته، يعني حاول يتفاعل ويعمل كل اللي عنده، يعني فرحان ببنته وحاول حتى يرقص مع نجوم الجيل بتاعه كله. هو كان فنان مهذب جدا ومحبوب من جيله ومن الجيل اللي بعده كمان. عمرنا بصراحه ما في الوسط كلنا ما سمعناش عنه اي كلمه الا ان هو محترم وملتزم. يعني اقدر اقول لك باختصار انه يعني عاش في هدوء وتوفى في هدوء. كان في تواصل من النقابه معاه في الفتره الاخيره ولا؟ يعني كان في تواصل مع ابنه ومع بعض الفنانين القريبين منه، زي حسام حسني من امبارح بالليل لحد اخر لحظه بعد صلاه الفجر ومتواجد معاه، وانا بشكره بصفه خاصه طبعا هو وكل اللي كانوا متواجدين. الفنان مصطفى في الساحل انتوا عارفين انه بيتابع شؤون النقابه، فطبعا يعني اتخطف في الاخر اول. الحمد لله، الحمد لله بقال له شكرا. بعد اذنك شفت المدير بيعمل معانا في الوقت.
غصب عنه. هو طلع لكم بره، كله بره بعد اذنكم. طب بس بعد اذنكم. لازم نعمل فيديو بتاع الزمن عشان فيه على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله وسد الفرج استحضروا عظمة الله في قلوبكم صلوا صلاة مودع أتم الصف الأول ثم الذي يليه أتم الصف تعال هنا عمل بعد عالم ده دورت كده الناس اللي هتعطل.